الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير اغنيتها واللي هتكون ضمن برومو ودعاية فيلم بترا، واللي قام باخراجه عثمان ابو لبن والانتاج لمي مسحاق. الديفا صورت اغنيتها في استوديو مصر وكمان استخدمت كروما، وهيتم تركيب عدد من مشاهد الفيلم عليها. ظهرت سميره سعيد في كواليس الاغنيه بلوك جديد زي ما عودت جمهورها دايما، والاغنيه من كلمات رمضان محمد والحان محمد يحيى، وحرصت على عدم تسريب اي مقطع للاغنيه قبل طرحها الرسمي كدعايه للفيلم. فيلم البيترا بوابه الزمن بتدور احداثه عن منطقه البيترا الاثريه وعن رحله سفاري لمكان في اطار اكشن. والفيلم بطوله جماعيه لمجموعه من الشباب الصاعد، وهما كريم محجوب ورمضان محمد ومرنا نور الدين ومحمد جمال ونور حافظ وزياد يوسف واحمد صلاح. وكمان هتعرض الفيلم في السينمات ضمن موسم اجازه نص العام اللي جاي. ظهرت الديفا في كواليس الاغنيه الجديده وهي لابسه فستان ابيض قصير وفستان تاني اسود. الديفا كمان كانت طرحت من شهور فيديو كليب لاغنيه ما حصلش حاجه من ضمن البوم عايز اعيش. وحقيقه كمان الاغنيه تفاعل كبير جدا من محبي الديفا سميره سعيد على السوشيال ميديا. والاغنيه من كلمات شادي نور ومن الحان بلال سرور، ومن إنتاج شركة روتانا. وحقيقة كمان نسبة مشاهدة على اليوتيوب وصلت لأكتر من 5 مليون مشاهدة. وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقول لي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة.